المكالمة بعد تجديد كانت معاك ايه؟ قال لحضرتك ايه؟ محمد يعني هو فرح لي طبعا وسجدت شكر ربنا طبعا لان الواحد كان الحاجات دي من شهر وقلت له انت باذن الله جدد قبل ما يلعب في الماتشات. قلت يعني الواحد متفائل خير اللي هو بيحب النادي وبتاع، فكنت بدعي له تملي على طول ان ربنا يكرمه ان هو يعني يحقق امانيه في النادي بتاعه ان هو بيحبه. نعم. بيحب النادي الارسنال وعايز يكمل معاهم وكده، فكنت فرحان جدا يعني سجدت شكر ربنا ويعني ودعيت في نفس الوقت ربنا ان هو يكمل ويكمل كمان وكمان باذن الله. يعني محمد يمكن يعني زي ما نقول كده مثال للواحد بيصبر يعني بازل من 13 ل 16 وبعدين مجهود كبير عشان يروح الدوري الانجليزي اللي هو الاهم في العالم. طبعا ده حاجه كبيره وفخر لنا، وطبعا كمان محمد صلاح وتريزيجيه الناس دي يعني بيتعبوا وجدا بيتعبوا جدا في حياتهم، محدش ساعات بيحس بيهم، لكن الناس دي تعبت جدا وبيسيبوا اهاليهم ويسيبوا بيوتهم ويتغربوا والكلام ده، ولازم الناس كلها تقف جنبهم يعني وتقف جنب اي لعيب محترف لان هو دي المسانده بتاعنا لهم يعني. نعم. محمد مظلوم اعلاميا شويه؟ يعني مش حكايه مظلوم اعلاميا، هو طبعا هو ساعات يعني الثقافه عندنا في الكوره قليله شويه بس يعني ما اعرفش يعني ايوه شويه شويه يعني ما لازم اللعيب هو لو مكانه يعني اي حد مكانه بينقذه يروح يلعب ونشوف هيعمل ايه بس. نعم. يعني انا بتكلم وانا قاعد في البيت واسمع الماتش والعب واعمل، طب انا انزل بقى ما انا لعيب كوره ولعيب في نادي بلديه. نعم. وعارف الكلام ده ممكن على البر شاطر زي ما بيقولوا يعني على البر شاطر بس. لكن هو لو اتحط في نفس الموقف هتفرق معاه كتير قوي. محمد بيقضي اجازته النهارده دلوقتي في الغردقه معايا معايا سلم عليه كتير وقول له مبروك. حاضر يا استاذ احمد. حاضر والله. حاضر. مبسوط هنا ولا لا؟ لا طبعا مبسوط، وشفنا مكان جميل النهارده والله في مصر عالمي والله يا استاذ احمد. عظيم. مكان يعني بصراحه سحر والله. فين؟ مصر في الغردقه والله يعني مكان جميل جدا يعني في الجوه في البحر شويه في اطوار بيعملوا حاجة يعني حاجة جميلة جدا هناك، وشفنا فندق يعني في وسط البحر. لا 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 بجد مصر جميلة والله العظيم استعمل بجد والله، واللي جاي أحسن في مصر بإذن الله. كابتن ناصر محمد دايما بيشوفه كده بيقضي أجازاته في مصر، هو ما بيحبش يروح بره مصر يعني. لا هو دايما لا لا طبعا وحريص كمان الغردقة كمان بالذات يعني بيحب الغردقة جدا بيحب مصر جدا. خليه يروج على صفحته لأنه عنده ملايين بيتابعوه، يروج للسياحه في بلده ويتكلم عن بلده. طبعا. دي حاجه جميله يعني. منزلين صور كتيره باذن الله بعتها. شفت انا عندنا صور ايه بنعرضها وانتم موجودين اهو ما شاء الله يعني. ايوه طبعا. كابتن ناصر طبعا. محمد